بالعادة يسبب السفر الكثير من الإرهاق، لكن الوضع مختلف حين يتعلق بشخص مثل كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية. في هذه الحلقة ستشاهدون كيف يحرص كيم على راحته خلال رحلاته. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ تاريخ السفر في عائلة كيم. سواء كان كيم مسافرا لعقد اجتماعات سياسية أو صفقات تجارية، فإن الحقيقة هي أنه غادر بلاده في رحلات رسمية 9 مرات فقط: 4 زيارات للصين، زيارتان لكوريا الجنوبية، وزيارة واحدة لكل من روسيا، سنغافورة وفيتنام. ومعظم تلك الرحلات تمت على متن وسيلة نقله المفضلة، وهي قطاره الخاص ذو الحراسة المشددة. لطالما كان السفر عبر القطار عادة لدى زعماء كوريا الشمالية، بداية من كيم إيل سونغ الذي استخدم القطار كوسيلة نقل رسمية له خلال الحرب الكورية. وبعد نهاية الحرب أصبح القطار وسيلة نقل مفضلة للزعيم، وأصبح دائم التنقل على متنه. كما حرص كيم إيل سونغ على بناء العديد من القصور التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر السكك الحديدية، وأحياناً عبر سكك حديدية مخفية في أنفاق تحت الأرض. الحقيقة هي أن تفضيل كيم إيل سونغ للقطارات ليست بسبب حبه لها فقط، بل أيضاً بسبب حادث حصل عام 1982. كان كيم جونغ إيل وكيم إيل سونغ يقفان لمشاهدة تجارب أولية لطائرة جديدة، وأثناء ذلك احترقت الطائرة وانفجر جزء منها. وإذا رأيت الطائرة التي كانت ستقلك تنفجر أمام عينيك، فإنك بالتأكيد لن ترغب بركوب الطائرات مجدداً. كما أن كيم جونغ إيل لديه ذكرى سيئة أخرى مع الطائرات، فقد كاد أن يلقى حتفه في حادث تحطم طائرة مروحية، وذلك ما دفع كيم جونغ إيل أيضاً لتفضيل السفر عبر القطارات مثل والده. لكن القدر شاء أن يلقى الرجل حتفه على متن قطار عام 2011. قام كيم إيل سونغ بأطول رحلة له على متن القطار عام 1984، فقد زار حينها معظم دول أوروبا الشرقية. مرت رحلته عبر أراضي الاتحاد السوفيتي وصولاً إلى كل من بولندا، ألمانيا الشرقية، تشيكوسلوفاكيا، هنغاريا، يوغوسلافيا، بلغاريا، ورومانيا، ليعود لبلاده عبر أراضي الاتحاد السوفيتي مرة أخرى. كوريا الشمالية بلد صغير، والسفر بالنسبة لزعمائها ضروري للحفاظ على مصالح البلاد، وذلك ما دفع كيم إيل سونغ لزيارة الاتحاد السوفيتي وحلفائه الشرقيين أثناء الحرب الباردة. فقد كانت كوريا الشمالية حينها متخوفة من الأوضاع في فيتنام. اعتقد الجميع أن الولايات المتحدة الأمريكية ستوجه نظرها نحو كوريا الشمالية في حالة فوزها على فيتنام، ولذلك كانت كوريا الشمالية بحاجة لتوطيد علاقاتها مع الاتحاد السوفيتي لضمان أمنها. وبعد عدة سنوات زار كيم جونغ أون فيتنام، واستغرقت رحلته 60 ساعة في القطار. لابد أن الجلوس في القطار لمدة 60 ساعة مرهق وممل أيضاً. ماذا عنكم؟ هل تستطيعون قضاء كل تلك المدة في القطار؟ السفر عبر القطار. حين يسافر كيم جونغ أون عبر القطار، فإنه لا يفعل ذلك كما نفعله نحن. رحلاته تحقق المفهوم الحقيقي للراحة والرفاهية. قطار كيم مجهز بأحدث وسائل الراحة، وذلك يشمل الملاءات الحريرية، الوسائد القطنية، السجاد الفاخر، الأسرة المائية، كراس وطاولات من أجود أنواع الخشب، الزخارف الجميلة، وحتى أحواض أسماك البيران المفترسة. لا يتم عرض صور للعربة الخاصة بالزعيم لأسباب أمنية، لكن الكثير من التسريبات تشير إلى أن كيم جونغ أون يحظى هناك برفاهية لا مثيل لها. فهو يتناول الجبن المستوردة من باريس، الكافيار المستوردة من إيران، والتونة من اليابان بقيمة 40,000 دولار. لا يهم إن كان شعب كوريا الشمالية يتضور جوعا، المهم هو أن زعيمهم يحصل على تغذية جيدة. يضم القطار الذي يسافر كيم جونغ أون على متنه عربة خاصة بالزعيم، وهي العربة التي يصل وزنها إلى 200,000 كيلوغرام، بتصميم داخلي تقدر قيمته بحوالي 2,000,000 دولار. والجدير بالذكر هو أن قطار الزعيم لا يتحرك بمفرده، حيث يسبقه قطار آخر يحمل معه مجموعة كبيرة من رجال الأمن،
الذين يحرصون على تأمين الطريق، إضافة إلى مجموعة من الخدم، وذلك يشمل الطباخين، عمال النظافة، عمال الصيانة وغيرهم. كما يوجد قطار آخر يتحرك خلف قطار الزعيم، ورغم أن ما يحمله القطار يبقى مجهولاً، إلا أن بعض المصادر تؤكد أن القطار الثالث يحمل معه مجموعة إضافية من الحراس الشخصيين لحماية الزعيم، إضافة إلى المؤونة ومجموعة متنوعة من المعدات. الطيران. سافر كيم في طفولته إلى سويسرا للالتحاق بالمدرسة، لكنه سافر بهوية سرية، ولذلك فمن المستحيل أن يتم نقله بواسطة قطار خاص، لأن ذلك سيثير الكثير من الشكوك حول هويته الحقيقية. كانت الطائرة وسيلة مثالية للسفر، وربما لم يطر كيم حينها عبر طائرة خاصة، بل عبر رحلة تجارية عادية، لكننا واثقون أنه الآن لا يستقل تلك الرحلات، وذلك لامتلاكه مجموعة من الطائرات الخاصة. صحيح أن أفراد عائلة كيم لا يحبون السفر عبر الجو، لكنهم يفعلون ذلك أحياناً. كيم جونغ أون مثلاً سافر عبر الطائرة علناً مرة واحدة فقط، وذلك أثناء زيارة سنغافورة للقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. فقد خاض الطرفان نقاشاً حول المشروع النووي لكوريا الشمالية. كان التنقل عبر القطار أمراً ممكناً، لكن مسار القطار يمر عبر ماليزيا، وهو البلد الذي اغتال فيه أخاه غير الشقيق كيم جونغ نام، الذي كان مرشحاً للسلطة، رغم أنه أغضب والده كيم جونغ إيل في عديد المرات، ومن بينها تلك التي حاول فيها السفر إلى اليابان بجواز سفر مزور لزيارة ديزني لاند. تمت عملية الاغتيال في مطار كوالالمبور، ولذلك رأى الحرس الشخصي للزعيم بأن العبور عبر أراضي ماليزيا لن يكون خياراً آمناً. على الرغم من أن كيم جونغ أون لا يفضل السفر على متن الطائرات، إلا أن رحلاته الجوية لا تقل رفاهية عن رحلات القطار. تحتوي طائرته الخاصة على كل وسائل الراحة والرفاهية، وتصميمها الداخلي لوحده يكلف حوالي مليون دولار. تضم الطائرة مجموعة من الأرائك والسجاجيد الفاخرة، كما أن الكثير من تفاصيلها مصنوعة من العاج. كما تحتوي الطائرة على شاشة ضخمة، وهي مزودة بأحدث تقنيات الاتصال. نحن واثقون أن الزعيم يملك جهاز بلايستيشن 5 أيضاً على متن طائرته. المشكلة الوحيدة في طائرات كيم هو كونها طائرات قد عفى عليها الزمن. معظمها طائرات من حقبة الاتحاد السوفيتي، لكنها مجهزة بمحركات جديدة لجعلها قادرة على الطيران بسهولة. والآن سنواصل الحديث عن رحلة كيم جونغ أون نحو سنغافورة. احتاج الزعيم إلى 4 طائرات لإتمام الرحلة، من بينها طائرتان تمت استعارتهما من الصين. تمت الرحلة الأولى على متن طائرة من نوع إيرباص A330 تابعة للخطوط الجوية الصينية، وقد حملت الطائرة فريق الحماية الخاصة بالزعيم، إضافة إلى مجموعة من المساعدين من أجل التحضير لوصوله. أما الرحلة الثانية فقد تمت بواسطة طائرة شحن جوي حملت معها سيارة الزعيم من نوع مرسيدس بنز مايباخ S6000 بقيمة مليون دولار، إضافة إلى مجموعة أخرى من السيارات الخاصة بالحرس. بعدها غادر كيم بلاده على متن طائرة فخمة من نوع بوينغ 747 تابعة للخطوط الجوية الصينية أيضاً، ويتم استخدامها عادة من طرف المسؤولين الكبار في الصين. أما الطائرة الرابعة فقد حملت معها بقية أفراد حاشية الزعيم. كانت تلك أول رحلة علنية يقوم بها كيم جونغ أون عبر الجو، وقد كانت تلك صدمة بالنسبة لبقية قادة العالم. تلك الرحلة تعني أن كيم لا يمانع زيارة أي بلد في العالم، وأن بإمكانه زيارة الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً إن كانت هناك حاجة لذلك. لكننا واثقون بأن كيم سيفضل زيارة الولايات المتحدة الأمريكية على متن صاروخ نووي وليس على متن طائرة. الجدير بالذكر هو أن كوريا الشمالية، ورغم عدم امتلاكها لطائرات حديثة، إلا أنها لا تمانع استعارة طائرات من دول صديقة، وذلك ما حدث بالفعل عند استعارة طائرات من الصين لتوفير رحلات جوية مريحة وآمنة للزعيم. كما أن الحكومة الكورية تفرض حظراً صارماً على اقتناء الطائرات الفاخرة وغيرها من وسائل النقل باهظة الثمن، وذلك هو السبب الرئيسي في عدم امتلاكها لأسطول جوي حديث. الزعيم وحده يمكنه اختراق ذلك الحظر،
والحصول على سيارات فاخرة، طائرات، وحتى يخوت. ولكن شراء الطائرات ما زال أمراً مبكراً، خاصة وأن كيم يحاول الآن التخلص من رهاب المرتفعات الذي يعاني منه شخصياً، وهو يفعل ذلك تدريجياً. فقد ظهرت بعض الصور وهو يركب أحد المصاعد الهوائية في منتجع ماي سيريونغ الخاص بالتزلج في كوريا الشمالية. يستخدم كيم جونغ أون وسائل نقل أخرى في حياته اليومية كالسيارات، السفن، وحتى الغواصات. وعلى الرغم من أن تلك الوسائل لم يتم استخدامها من طرفه في رحلات دولية، إلا أنها تبقى وسائل نقل يفضلها زعيم كوريا الشمالية على الطائرات، التي يمكن القول أنها وسيلة نقل منبوذة لدى هذا الرجل. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر، يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.